لكن سيبك من الازمات دي، قادرين عليها. تعالى بقى يا باشا انا وانت كده، ايه مش انا وانت لوحدنا، لا ده انا وانت والعالم كله شاهد علينا. نحن في ازمه حقيقيه الان اسمها ازمه مشاركه المنتخب الاولمبي الوطني المصري. تاني اهو، ازمه مشاركه المنتخب الوطني المصري الاولمبي في دوره الالعاب الاولمبيه في باريس بعد عده ايام. اول مباراه لمنتخبنا الوطني ستقام يوم 24 من هذا الشهر مع منتخب الدومينيكان، بعدها بثلاث ايام مع المنتخب الاوزبكي، بعدها بثلاث ايام مع المنتخب الاسباني. البعثه بتطير لباريس يوم فجر 13 يوليو بطياره خاصه. عندنا معسكر هينطلق يوم 5 يوليو هنا الاول، ثم نذهب الى باريس. هنلعب مباراتين وديتين، مباراه مع الاوكرانيين ومباراه مع اخواتنا المنتخب العراقي الشقيق. طيب حلو قوي، هتعلن قائمتك النهارده بعد ساعة أو أقل من ساعة. عرفت القايمة؟ لا بجد ولا بتهزر؟ والله ما عرفتها. ليه؟ أنت عندك تحت 23 سنة. طب ما معروف الأهلي في كريم الدبيس وفي حمزة علاء وفي من كوكا وبيراميدز، في محمود صابر وإبراهيم عادل، وفي من الزمالك حسام عبد المجيد وزياد كمال، ويعني محمد شحاتة. بس انا عندي ازمه. ايه يا كابتن؟ ما معروفه انت على الثلاثه اللي فوق السن، مش انت قلت زيزو خلاص؟ طيب وبعد زيزو؟ ماذا بعد زيزو؟ القائمه النهائيه اللي هتشارك في الدوره الاولمبيه باريس 2024 اللاعبين تحت 23 سنه معرفش، اللاعبين فوق السن زيزو بعد كده معرفش، وكل حاجه معرفش 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 معرفش. والله ما اعرف. ميكالي نفسه ما يعرفش. ميكالي نفسه امبارح اتنرفز جدا 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 وكان في شدة الغضب. طب تعالى اما اكمل معاك القصة، تعالى شوف اللعيبة اللي فشلت محاولاتهم المحاولات لضمهم. مصطفى محمد اصابة، ولو مش اصابة نانتي الفرنسي كان هيرفض. محمد صلاح ليفربول من بدري قال لك لا. تريزيجيه ترابزون قال لك لا. عمر مرموش انتراخت فرانكفورت قال لك لا. حمدي فتحي كان عايز والوكرة قال لك لا. احمد حجازي اللي فيه كلام انه مش هيكمل مع نادي اتحاد جده، برضه نادي اتحاد جده قال لك لا. طب وبعدين؟ طب ده غير كده كمان، تعالى لعيبه فشلت محاولات ضمهم من المحليين، محمد عبد المنعم وامام عاشور من الاهلي عشان الدوري، ومصطفى فتحي من بيراميدز برضه عشان الدوري. انت عندك منافسه محتدمه ما بين الاهلي وبيراميدز على بطولة الدوري العام لقب البطل. لحد كده واللي فوق السن تمشي. انا بقول لك اهو، ميكالي امبارح كان في قمة الغضب لدرجة قال لهم انا ممكن امشي. انتوا ما تقوليش بعد التعب ده كله واجي قبل البطولة بعدة ايام الاقي نفسي مش عارف الاقي فرقتي. الازمة زادت كمان لانه حصل انه اندية، هتكلم بوضوح، نادي بيراميدز قال لك انا عندي مباراه مع الاهلي يوم 12، هلعب المباراه وابعت لاعبتي. اللي هم مين بقى؟ تبع تحيبات مصطفى فتحي؟ لا، بتكلم على ابراهيم عادل على محمود صابر. تمام، 100 100. فالنادي الاهلي قال لك وانا كمان مش هبعت لاعبتي الا بعد مواجهه بيراميدز زي ما عمل بيراميدز. مين؟ حمزه علاء، كريم الدبيس، احمد نبيل كوكا. قال له يا عم ما انت ما هم بيلعبوش. قال له مين عارف؟ بالمثل، المعامله بالمثل. وانت تقف هنا مكتوف الايدي مش قادر تعمل حاجه. طب تعمل ايه؟ تقول الاهلي غلطان؟ اقول لك طب ما هو بيراميدز. يقول لك بس هم بيلعبوا في بيراميدز. يقول لك انا ممكن فجاه الحراس بتوعي يتصابوا ولا ايه؟ موجود في الملعب حمزه، الاعب كريم الدبيس، الاعب كوكا، وايه المشكله؟ نعم، ايه المشكله؟ حقي. هم يبعتوا انا ابعت، هم ما يبعتوش انا ما بعتش. هيجي يقول لك يا عم بس هما بيلعبوا ودي حاجات كويسه للعيبه وماتشات وقصه. يقول لك يا عم انا بالمثل، انا ما عنديش ازمه ولا عندي مشكله. خلي بالك، الاولمبياد اللي فات في باريس، اسف في طوكيو، تم تاجيل الدوري العام. ايه يا عم رجعت في كلامك وعايز تاجل دوري؟ انا ما قلتش كده، بس انا بقول لك اللي حصل انه تم تاجيل الدوري العام في الاولمبياد اللي فات. فبدا حوار او قصة انه يتم تأجيل الدوري العام
عشان المشاركة في الأولمبياد بدأ يتصاعد. نعم بدأ يتصاعد. يعني إيه؟ يعني أنت هتلعب 24 27 30 ولو أنت مكمل قولوا لنا هنخلص يوم كام يا جماعة؟ يوم 10 مثلا لو إحنا كملنا يعني. يوم 5 يوم 7 يوم 8 يوم 6 يوم 3 أيا كان.